شهد مطار البحرين الدولي انتعاشا في حركة المسافرين خلال شهر يونيو الماضي، حيث استقبل المطار أكثر من 728 ألف مسافر بارتفاع بلغت نسبته 25%. وبحسب بيان لشركة مطار البحرين، تأتي هذه الزيادة الكبيرة على ضوء ارتفاع عدد شركات الطيران التي تعمل بمطار البحرين الدولي، بالإضافة إلى طرح المزيد من وجهات الطيران الجديدة. وقد أضافت الناقلة الوطنية لمملكة البحرين شركة طيران الخليج كل من مدينة باكو في أذربيجان والإسكندرية وشرم الشيخ في مصر والدار البيضاء في المغرب وكاليكوت الهندية إلى قائمة الوجهات الخاصة بها. كما أضافت شركة أطلس جلوبل رحلة طيران جديدة من مدينة أنطاليا إلى البحرين، في حين أضافت شركة الخطوط الجوية التركية خطا مباشرا إلى مدينة طرابزون التركية. وقع الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا والمركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار التابع لمنظمة اليونيدو في البحرين، وقع إطار تعاون مع سيد عيسى مراد رئيس غرفة تجارة عمان بحضور الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية. ويأتي هذا التعاون المشترك في إطار التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة في المملكة الأردنية الهاشمية، ويهدف إلى إنشاء مركز لريادة الأعمال والابتكار في غرفة عمان لتقديم الخدمات الداعمة لرواد الأعمال وتنمية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بناء على آلية النموذج البحريني. الجدير بالذكر أن العمل قد بدأ بالفعل في إنشاء هذا المركز خلال دورة تدريبية عقدت في العاصمة الأردنية عمان في الفترة من الأول إلى الخامس من أغسطس الجاري. الحقيقة المبادرة النهاردة بتاعت التوقيع ما بين غرفة تجارة عمان واليونيدو هنا في البحرين هي مبادرة طيبة وجيدة جدا، وإحنا في اتحاد الغرف العربية بنعتبر القصة دي قصة نجاح لغرفة عمان اللي هي عضو في اتحاد الغرف العربية، ويعني بطلبنا منهم أن يتم توثيق هذه التجربة لتعميمها على غرف أخرى في المنطقة العربية. احنا مؤمنين في الحقيقة أن المبادرات الشباب هي أمر هام جدا لعلاج مشكلات، ليس فقط مشكلات اقتصادية ولكن مشكلات اجتماعية وسياسية أيضا في المنطقة. حسب ما تم الاتفاق عليه سوف يكون هناك في غرفة تجارة عمان توفير مكاتب خاصة لليونيدو، ومن خلال هذه المكاتب أن يكون هناك فريق عمل ما بين غرفة التجارة وإخواننا من مكتب اليونيدو في البحرين، وبذلك يكون استمرارية لعرض واستمرارية لبدء مشاريع وبرامج تدريب مكثفة للرياديين في الأردن. وأيضا في من خلال غرفة تجارة عمان وحسب الاتفاق مع الحكومة الأردنية سوف يتم تقديم التراخيص القانونية اللازمة لأبنائنا الرياديين، وبذلك يستطيع أيضا أن يمارسوا أفكارهم والإبداعات التي يقوموا إن شاء الله بإخراجها على أرض الواقع. ننتقل الآن إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع النشرة مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات اليوم، ونبدأ مع بورصتنا المحلية حيث تراجع مؤشر البحرين العام اليوم في إغلاقه ليقفل عند مستوى 1348 نقطة بانخفاض نسبته 0.31%، وذلك بسبب ضغط من تراجع بعض أسهم قطاع البنوك التجارية. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 11 مليونا و253 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 2,722,000 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 139 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية بنسبة 91% من قيمة التداولات. ننتقل الآن إلى إغلاقات البورصات الخليجية التي شهدت
تباين في الإغلاقات بسبب ارتفاع أسعار النفط اليوم مع بدء تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران ونمو المخاوف بشأن نقص المعروض النفطي. نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بارتفاع بنسبة 0.15% مقفلة عند مستوى 8242 نقطة، مدعوما بارتفاع مؤشري قطاع الطاقة والمواد الأساسية. نتحول لمؤشر السوق الأول في بورصة الكويت التي ارتفعت بنسبة 0.36% مقفلا عند مستوى 5457 نقطة بدعم إيجابي من ارتفاع أسهم قطاع السلع الاستهلاكية. ننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي شهد ارتفاعا بنسبة 0.57% مقفلا عند مستوى 4911 نقطة بفضل مكاسب أسهم قطاع البنوك التجارية. في مقفل سوق دبي المالي بإغلاق منخفض بنسبة 0.90% مقفلا عند مستوى 2951 نقطة بانخفاض أغلب مؤشرات البورصة بقيادة قطاعي العقارات وأيضا الاستثمار. في حين سجل سوق مسقط الأوراق المالية ارتفاعا أيضا في تداولات اليوم بعد سلسلة من المكاسب في أغلاقات السابقة بارتفاع بنسبة 0.62% مقفلا عند مستوى 4447 نقطة بدعم من صعود أسهم القطاع المالي. كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء الكويتي وافق في اجتماعه على تعيين مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الجديد لمدة 4 سنوات. ونقلت جريدة القبس الكويتية أن مجلس الوزراء وافق على تعيين رئيس جديد للهيئة هو أحمد الملحم، وهو المنصب الذي بقي شاغرا منذ تعيين الدكتور نايف الحجرف وزيرا للمالية. وطلبت المصادر مجلس المفوضين الجديد بتلمس احتياجات السوق والعمل سريعا على إنجاز الملفات الأكثر أهمية، وفي مقدمتها طرح أدوات استثمارية جديدة واتخاذ بعض القرارات التي تزيد من جرعات الثقة والسيولة لدى البورصة الكويتية. أعلنت الخطوط الجوية السعودية في بيان لها عن إيقاف فوري لحجوزات رحلاتها إلى تورنتو بكندا، وكذلك إيقاف جميع رحلاتها إلى تورنتو اعتبارا من يوم الاثنين المقبل. وأكدت الخطوط السعودية في بيان لها إعفاء جميع التذاكر الصادرة من وإلى تورنتو في كندا من أي قيود أو رسوم عند الإلغاء. وتعهدت الخطوط السعودية بالعمل على إيجاد الحلول البديلة للحاجزين على رحلاتها إلى تورنتو. يأتي ذلك بعدما جمدت السعودية التعاملات التجارية والاستثمارية مع كندا وطردت السفيرة الكندي واستدعت سفيرها في كندا للتشاور في ردة فعل على تدخل وزير الخارجية أو وزيرة الخارجية أوتوا في الشؤون الداخلية للرياض.